صباح الخير. صباح النور. شو بكي؟ ماني منيحة، ماني منيحة ابدا. بدك حدا مضايقك على الطريق وانت جاي؟ لا بس اليوم بدها تصير كارثة. كارثة؟ كارثة شو؟ من الصبح واقفة عم تعملي لي هيك كارثة شو؟ مشان الله كارثة كونية، يعني اليوم بدها تصير زلزال. شو؟ وات شو؟ بالجيران ناسي سميحة عيدي عيدي ايش قلتي؟ ايه ادري اليوم بدها تصير زلزال. يابا على الله على هالصواب، زلزال ايش؟ صناصني يذبك انت كمان. يا ربي ليش ما عم برد؟ وين بده يكون غاطت يعني؟ معقول يكون؟ لا يا نور مستحيل. يا ربي سامحني ما بدي احطه بزمتي. طيب بركي بالحمام او يمكن يكون نايم. اكيد اكيد نايم وحاطط موبايله على الصامت. طيب ليش ما بيكون نسيان موبايله بشي مكان؟ يعني وين بده يكون نسيانه؟ ازيك يا نور؟ ماني منيحة ابدا. انا اسف ما كنتش عايز انقل لك الخبر ده، بس يعني قلت لازم تعرفي. بعرف. عارفة؟ من امتى؟ من الصبح. هو الخبر انتشر بسرعة دي؟ ايه بدك مثل هيك خبر ما ينتشر بسرعة؟ ايه ما ضل حدا بالدنيا ما عرف فيه. مع اني كنت متكتم قوي على الموضوع ده. ها والله العظيم. بس يعني بصير الناس كلها تعرف. كريم؟ انت مو من حقك تتكتم على هيك خبر، يعني لازم العالم كلها تعرف. وانا بصراحة نشرت الخبر على الفيسبوك، بس اللي مستغربته انه ما في قناة تلفزيونية جابت الخبر. تلفزيون؟ هينشروا خبر رفضك على التلفزيون؟ شو؟ رفضي؟ كيف يعني رفضي؟ يعني انا قلعوني؟ طيب ليش؟ والله ما اعرف، مع اني ورحمة امي الهي ربي ربنا يديها الصحة وتخلص فترة الجيش على خير، بقالي ساعتين عمال اقنع فيهم اللي هم يعني يديكوا فرصة تانية. لا تانية ولا تالتة، أساساً ما عاد في وقت. أنت تعصبت ليه كده؟ ما أنت كنت عارفة. ما قصدي عن هالخبر. أمال يعني قصدك على خبر إيه؟ الزلزال. زلزال؟ زلزال إيه؟ الزلزال، حيصير زلزال بدبي. زلزال النهاردة؟ إيه مثل ما عم بقلك. ديموزيل ميديا؟ وينك لهلا؟ متأخرة ما هيك؟ ساعة ونص. ممتاز كتير.